سرقة الآثار وتهريبها خارج القطر جزء من الحرب الممنهجة على تاريخ سوريا الحضاري العريق، لكن الجهات المختصة تسعى جاهدة للحفاظ على الإرث الحضاري لسوريا وحماية آثارها. وفي إطار ذلك تمكنت الجهات المختصة في مدينة تدمر من العثور على آثار معدة للتهريب خارج القطر، وهي عبارة عن منحوتات لأشخاص تبين أنها تعود للألفية الثانية قبل الميلاد، حسب خبراء الآثار الذين أفادوا بوجود كتابة تدمرية على هذه المنحوتات تدل على أسماء أصحابها ومكانتهم. وقد لوحظ نقص في أجزاء كل منحوتة نتيجة تعرضها لتخريب أثناء محاولة تهريبها. ليست هي المرة الأولى التي تفشل فيها الجهات المختصة محاولة كهذه، وستبقى عينا ساهرة لحماية تاريخ سوريا من كل يد عابثة.